اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. يوم جميل وطبعا سعاده، كلنا طبعا مبسوطين ومفرحانين ان احنا طبعا في هذا اليوم بنتذكر ثوره 30 يوليو وبنتذكر قرار شعب كان واقف وراه بطل عظيم، بطل العالم كله بيحسدنا عليه، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. انقذنا من الخراب والدمار للاستقرار والعمار اللي احنا شايفينه وللعالم كله بيحسدنا عليه. بنهني الشعب المصري وبنهني الشعوب العربيه بهذه الثوره العظيمه اللي العالم كله بيضرب لها تعظيم سلام. النهارده مع بعض انا متهم اتهام كبير. ايه هو الاتهام يا عم الشيف؟ قال لك الشيف بيعمل لنا غدا مره، يعمل لنا الكوارع والبط والحمام والمحاشي والمحمر والمشمر، مفيش مره عمل فطار. طبعا انا بتابع السوشيال ميديا مع فريق السوشيال ميديا وبشوف كل تعليقات حضراتكم والكومنتات. فانا النهارده حبيت اعمل مهرجان الفطار. الفطار النهارده للفقير والغني، والغني والفقير والكبير والصغير. طلبه الثانويه العامه داخلين على الامتحانات فعايزين نهتم بيهم شويه. ولادنا طبعا كل بيت وكل اسره بالتاكيد فيها طالب داخل الثانويه العامه بيمتحن، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. فانا اعمل لهم النهارده عصير التفوق والنجاح. ايه هو تفاصيله؟ هنشوفها جوه الحلقه ان شاء الله. معانا كمان سندوتشات طعميه بالخلطه المغازيه. يعني ايه طعميه يا شيف؟ ده احنا طول النهار بناكلها. النهارده هنقدمها بشكل جديد وبطريقه جديده مبتكره على طريقه الشيف المغازي، رؤيه فن ابداع. معانا النهارده كمان عجينه الكريب هنعملها بالتفاح والقرفه، والقرفه مفيده جدا للقلب، وكمان التفاح بيحبوا بعض قوي على فكره داخل جوه عجينه الكريب. هنشوف نعملها ازاي ونقدمها بطريقه جديده مبتكره. معانا التوست النهارده، اعتقد ان احنا كلنا عارفين الكلاب ساندوتش وسندوتشات التوست، ولكن النهارده حابب اعملها برده بطريقه جديده مع الجبنه والبيض، ونشوف نعملها ازاي في الفرن الاولاد والاطفال يحبوها وكمان الصغيرين والكبار. تحيه كبيره طبعا لكل الشعوب المصريه والشعب العربي بتهنئه ثوره 30 يوليو في اليوم العظيم اللي هو النهارده. كان امبارح 30 والنهارده 1/7، وعلى هذا اقول المفاجاه انا النهارده كمان عيد ميلادي. فانا طبعا ليا الفخر وليا الشرف ان عيد ميلادي يناسب الثوره العظيمه ثوره 30 يوليو. شيف بتحبوه صح ولا لا؟ هنطلع فاصل صغير ونرجع لمهرجان الفطار. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا ايه قصه مهرجان الفطار بيناسب كل افراد العائله، الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. النهارده معايا استاذ طبعا مخرجنا الجميل الاستاذ فاروق حبيب قلبي، وانت طيب يا غالي. عايز نشوف مع بعض احنا معانا ايه. اعتقد اللي معانا ده في كل بيت مصري. ما تقوليليش محدش بيعرف يعمل الطعميه، يعني فول متشوش، يعني يتنعمن بالليل، ياخد الكرات المصري، ياخد التوم، كزبره، كمون، وينطحن وتبقى هي دي الطعميه. معانا كمان تفاح اخضر او احمر سيان مفيش مشكله. معانا الدقيق طبعا وشويه بيكنج باودر، شويه لوز، موز، عسل، زيتون، جبنه، طماطم، خس كابوتش، خيار. البيض بتاعنا موجود في الثلاجه. معانا القرفه الخشب اللطيفه، شويه توست او كيس توست معانا، عيش صامولي او عيش اللي هو الكايزر ده اللي موجود عشان نعمله سندوتشات طعميه. اعتقد ان كل حاجه دي متوفره عندنا في البيت. فهنبدا دلوقتي نشوف مع بعض مقادير التوست بتاعنا الجميل اللي هنعمله بالبيض والجبنه. يعني نعمل شرايح التوست في الفرن بالبيض والجبنه بطريقه جديده مبتكره. مقاديرها على الشاشه. توست، نجيب كيس توست طازه زي الفل، معانا بيض ومعانا جبنه موزاريلا، معانا شويه بصل مفرومين ناعمين، وشويه سمسم، وما ننساش طبعا فلفل رومي متقطع ناعم، وزيتون معانا في المقادير بتاعتنا مع شويه زعتر. هي دي المقادير البسيطه السهله. ممكن نستبدل الجبنه الموزاريلا بجبنه قريش، مش مشكله، جبنه شيدر زي ما انت عايزه، مفيش اي مشكله. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. الاول طبعا هنشرح حاجات صغيره كده. معانا التوست طبعا بنشتريه من اي سوبر ماركت، بنجيب شريحه التوست واحده على الثانيه، ونجيب الثانيه كده بنعملها دايره، بنقطعها كده بالقطاعه بتاعه الفطاير وتبقى معانا بالشكل ده كده. اعتقد برضو دي فكره بسيطه وسهله. بتجيب القطاعه، معانا قطاعه يا شباب اهيت زي الفل، القطاعه هنا بنقطعها صغيره. فين الصغيره؟ موجوده معانا مفيش مشكله. وبعد كده بنعمل دايره صغيره، وبنحط طبعا الحشوه بتاعتنا اللي هنعملها جوه التوستايه اللي هي متقطعه دايره، وبندخلها في الفرن بتبقى زي البيتزا لطيفه وجميله. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه بنشوف شويه بيض كده مع بعض، اتنين تلاته اربعه، حلو قوي.
يفضل طبعا في الايام الحر ديت ان احنا نشيل البيض في الثلاجه، خلي بالك غير ايام الشتاء. ولما تشتري بيض من السوبر ماركت لازم تخلي بالك وتشوفي تاريخ الانتاج، ده مهم جدا على فكره قبل كل حاجه. بنبدا نحط شويه طبعا بهارات من الملح والفلفل صغيرين كده. دايما الزفاره بتاعه البيض الفلفل الاسود بيشيلها، خلوا بالكم، فممكن طبعا نهتم بيه شويه، بلاش الفلفل الابيض مع البيض، مش بيشيل الزفاره، الحاجات دي مهمه جدا على فكره. معانا بشره من الفلفل الملون، حلو، يعني شويه فليفر حلوين كده. معانا مين يا غالي؟ معانا اتصال عم اشرف زيدان من اسكندريه وجمال اسكندريه. حبيبي يا شيف، اسكندريه هنيه بشعبها. ايوه يا غالي، حبيبي يا شيف، حبيب قلبي. بص يا شيف، انا عايز اقول كلمتين صغيرين بس بسرعه حالا. يعني اتفضل يا غالي. اليوم غير عادي، اليوم عيد ميلاد الشيف احمد المغازي، وفي كمان ثوره بلادي. الله عليك. اكلاته وحلوياته ومشوياته وسمكاته بين الايدين الجمال. الله يبارك لك. وفي شباب بلادي المميزين، مخرجين مصورين معدين، اقل ما تقول انهم شباب بلادي المبدعين. الله يبارك لك. وعلى راي الشيف احمد المغازي، من فين يا شيف؟ من القناه الاولى، تلفزيونكم يا مصريين مسبيرو يا حلوين. الله عليك. تحيات اشرف زيدان لشباب بلادي المبدعين. حبيبي حبيبي عم اشرف، انت بتسال اجيب لك الاكل ده واستعد نيجي نفطر مع بعض. حبيبي يا شيخ، حبيبي حبيبي يا عم اشرف، اشكرك. انا ليا طلب صغير بس. خدامك، امر. ربنا يخليك ليا، البيكاتو بالشامبينيون. الله يخليك. عينيه عينيه، البيكاتا بالمشروم الشامبينيون. حاضر يا فرنساوي، وانت حلو. عينيه ليك يا غالي. حاضر. الفريق الجميل بتاعك. حبيبي يا غالي، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر كلها غاليه. الله عليك. وطيبه، وكل سنه وانت طيب يا ريس. وانت طيب يا غالي حبيبي، بالنيابه طبعا سياده الريس. عايز اقول لك حاجه، اقول لك حاجه حلوه على فكره. انا دايما اقول الكلمه الطيبه صدقه، كلمة طيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت في الأرض وفروعها في الدنيا كلها، بتقعد لك وبتقعد لأولادك، فإحنا الكلمة الطيبة بتخلينا نشتغل بإذن الله زي القطر، حلو بصين قدامنا. أنا خدت البيض مع بقدونس مع توم مع بصل مع شوية زيتون، كلهم قلبتهم مع بعض يا عم الشيف، أحط عليهم نوع جبنة ولادنا بيحبوه، أنا بفضل الجبنة الموزاريلا، أهي. حلو قوي. بعد ما حطيت شوية بهارات وبقلب الخليط اللطيف ده كده، أهو أهو. وعندي التوست اللي أنا فرغته من النص كده بيقطعه، وبعدين حطيته كمان على شريحه تانية، وبوزع المقدار ده على وش التوست. سهله وبسيطه، تعملي ده في 5 دقايق، يعني على ما جوزك يصحى من النوم والاولاد يصحوا من النوم ويصلوا فرض ربنا الصبح تكون عملت لهم الفطار ده. حاجه لطيفه وبسيطه خالص. اه هناخد دي كده، مخرجنا الجميل صورني وجيبها لي. اهي اهي، حلو قوي. خلي البيض ده هنا كده، ونوزع ده كده هنا. اه اللهم صل على النبي. حلوة يا شيف والله، وتغيير، يعني ما اخترعناش الذرة، هي قصة كلها في ان احنا بنقول المطبخ رؤية فن ابداع. دخلت المطبخ بحب، بعون الله هتعملي كل حاجة بحب، والمية هتنزل من ايدك شربات. اهو اهو اهو، صلي على الحبيب قلبك يطيب. الزيتون موجود، فلفلة ملونة موجودة، وخضرة سيان مفيش مشكلة، انا مش عايز اكلفك كتير. الجبنة الموزاريلا حاجة زي البيتزا يعني، وما اخد كده على النش كده عشان التوستاية كلها ايه تتروق. درجة حرارة الفرن كام يا عم الشيف؟ 180. بندخل الصينية الحلوة دي في الفرن، بتاخد اللون، الجبنة بتسيح مع البيض مع التوست، وبتبقى عظمة على عظمة. حلوة قوي. درجة حرارة الفرن عندي 180 يا عم الشيف. ادخلها الفرن. اللهم صل على النبي. نعم مخرجنا الجميل، عايز انت تستفيد، بيقول لي تحت ولا فوق؟ اقول لك طب انا هقول لك ايه بقى؟ اذا انت جاوبت صح بنفطر ده مع كوبايتين شاي، انت اللي بتعزمني على الشاي. لا يا غالي، تحت تحت يا بيز. هو ده رؤيه فن ابداع، وجبه فطار بسيطه سهله، قيمتها الماليه قليله جدا، ولكن قيمتها الغذائيه عاليه جدا، تعلو قمه الهرم. اطلع فاصل يا مخرجنا ولا نكمل؟ زي ما تقول الكلمه كلمتك. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف حاجه لطيفه، هنعمل عجينه الكريب ازاي نعملها بالتفاح بطريقه لطيفه برضو، وتخش المطبخ تفاجئ بيها اولادك وزوجك واولادنا طلبه الثانويه العامه، ربنا يوفقهم يا رب وينجحهم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا نشوفوا أسرار عمل عجينة الكريب بالتفاح والقرفة. كلنا ممكن نعمل الكريب، ما عنديش مشكلة، ولكن تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. هستأذن فريق الإعداد الجميل مقادير عجينة الكريب بالتفاح والقرفة. الصورة الحلوة دائما تتحدث عن نفسها على شاشة التلفزيون المصري. تفاح أخضر أحمر اللي موجود عندك في التلاجة، معانا كوباية دقيق، معاهم كوباية سميد ناعمة، حلو قوي يا عم الشيف، ومعانا من البيض 3 بيضات وشوية قرفة ناعمين، مع بشرة من الليمون وشوية بيكنج باودر صغيرين وشوية حليب. تعالوا نعمل العجينة. وعلى فكرة العجينة دي أنا عاملها من قبل كده، ولازم تعمليها قبل ما تشتغلي فيها تقريبا بنص ساعة عشان تنجح معاكي. فطبعا عشان الوقت بتاعنا من ذهب، أنا طبعا عاملها ومجهزة، ولكن حابب إن أنا أعملها مع حضراتكم واحدة واحدة كده وإحنا شغالين. البيض 3 بيضات، حلو أوي، والبيض يطلع من التلاجة قبل التشغيل تقريبا بعشر دقايق يفضل. حلو الكلام؟ حلو الكلام. معانا مضرب، معانا الحليب والزيت، من الحليب تقريبا واحد كوب، والزيت تقريبا ربع كوب. الشيف الشاطر ما بتقيدش المقادير، والست الشاطرة الجميلة اللي بتحب المطبخ كمان ما بتتقيدش المقادير، ايديها ميزان. البيض مع الحليب والزيت تقليب جيدا. بشرة ليمون لتلاشي زفارة الايه؟ البيض. حلو قوي. الدقيق بتاعنا تقريبا واحد كوب. السميد تقريبا نص كوب. نسبة 1:2، وأنا شغال، البيكنج باودر ينزل هنا مع التقليب. خلص العجينة بتاعتي. فين التفاحة يا عم الشيف بتضحك علينا؟ واحدة واحدة، اصبر على رزقك. دي العجينة. طبعا السميد عنده شوية تناكة. يعني ايه تناكة يا عم الشيف؟ يعني ما بيديلكش اسراره وشطارته في البداية، لازم نسيبه شوية. فعشان كده نعمل حسابنا يكون فيه سائل كتير، ونعمل حسابنا ان السميد هيشرب السائل ده. فدي محتاجة كمان لشوية حليب يا عم الشيف. العجينة بالشكل ده كده، هنديها شوية حليب كمان واحنا مع بعض كده. هنفتح دلوقتي ونشوف العجينة اللي احنا عاملينها مسبقا تقريبا من نص ساعة. حاضر يا غالي، والله انت ابن حلال، والمال الحلال ربك بيبارك فيه. صلى على الحبيب وخش بالكاميرا الفرن. حلو الكلام؟ ونقلب كده مع بعض، ونقفل الفرن، ونجيب شرايح التوست اللطيف. ايه ده؟ ايه الصورة الحلوة دي؟ الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها على شاشة التلفزيون المصري. العجينة انا عملتها، بنسيبها على جنب لمدة نص ساعة، دي اللي احنا عملناها مسبقا. حلو الكلام؟ دي زي دي ولا في اختلاف؟ جيب الاتنين جنب بعض كده يا فاروق، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. جيب الاتنين جنب بعض، واشيل ده هنا اخليه هنا. حلو الكلام؟ نطلع شرايح التوست من الفرن، ونوسع عليها كده. اللهم صل على النبي. شرايح توست بالجبنه والبيض للصغير والكبير والفقير والغني، ما فيهاش اختراع ولا حاجه، فيها شويه حب بس، حب للمطبخ. حتى اللي طلع معايا من التوست انا مخليه على جنب علشان نزين بيه شرايح التوست واحنا بنغرف. موضوع لطيف وبسيط وجميل. بالله عليك، انت لو عملت الحاجات دي لجوزك قبل ما ينزل على الشغل، مش هيرجع لك بكل حاجه انت عايزاها منه؟ نجف عايزاها، سجاده عايزاها، طقم جديد للولاد، كل حاجه نفسك فيها، لان في اهتمام الصبح. تصحى الست قبل جوزها بنص ساعة، بتخش المطبخ تعمل السندوتش اللي عامل شبه المركب والشراع ده، لطيف وجميل، في كل حاجة من موجودة في التلاجة. شوية بقدونس، فلفل، بيض، جبنة أي نوع بيحبوها الولاد، وحطيناها مع التوست وقدمناها بالشكل اللطيف. جيب لي عليها الزوم. الله يخليك يا فاروق، الله يبارك لك. هناخد العجينة بتاعتنا زي ما هي كده، وتعالوا نقلب معاها التفاح. قبل ما أروح بالعجينة خلي بالكم في حاجة مهمة جدا. أنا عملت العجينة اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي دي، على فكره لازم تشتغل تعمليها قبل ما تشتغلي فيها بنص ساعه، لازم، علشان السميد هنا يديني المنظومه بتاعته والخليط بتاعته والانسجه بتاعته مع الدقيق والبيض، وابدا ان انا اشتغل بيها على النار. فدي معموله هيئه من قبل، نبص عليها كده ونشوف الفرق. تلاحظ هنا السميد،
والعجينه انا بتقطع، لازم تقطع لان السميد ده اللي بنستخدمه لعجينه البسبوسه. بالشكل ده كده. هننزل عليها التفاح، هننزل عليها التفاح. التفاح ده مبشور مسبقا وحاطين عليه عم الشيف عصره ليمون اللي هو الحامض علشان ما يسودش مننا. ده تفاح. اعصره كده وانزل بيه على العجينه تاني. ما سودش ليه يا عم الشيف؟ لان انا حاطط عليه شويه ليمون. حلوه. اصبحت ان العجينه هنا فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم على مدار اليوم، اذا كان التفاح، اذا كان المكون بتاعي الاساسي البيض مع الزيت الماده الدهنيه مع الدقيق طبعا الالياف والكربوهيدرات، كل ده موجود في الحلو بتاعي او الطبق اللي انا بعمله الصبح فطار لاولادي. هنا المضرب ملوش لازمه، هنقلب العجينه دي بمعلقه ايه؟ خشبيه. وعندنا طاسات على النار اشكال والوان. جوزي بيديني المصروف، ببدا ان انا احوش كده واجيب حاجات صغيره من اي سوبر ماركت او من اي محل ادوات منزليه بتنفعنا في المطبخ وبتديني فرصه ان انا ابدع. ايه المشكله لما اجيب طاسه زي ديت؟ ثلاثه تعريفه. ايه المشكله لما اجيب طاسه زي ديت بيحبوها الولاد؟ اللهم صل على النبي. ونهدي النار كده بعد ما نسخن الطاسات شويه، ومعانا زبده او سمنه. حلو قوي. ونقلب الخليط ده كده اهو. عجنت الايه؟ الكريب بالتفاح. مخرجنا الجميل الله يوفقك، انا بحبك يا فاروق والله. هفطر معاك دلوقتي الطعميه السخنه دي اهي حبيبي. اهي شفت العجينه اهي؟ دي عجينه فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم. تفاح يعني حديد، يعني كالسيوم، يعني كل المعادن. مش محتاجين نتكلم عن التفاح. الابحاث العلميه شبعت عنه يعني مش عايز اقول. وعندنا البيض وعندنا الدي وعندنا السميت وعندنا الماده الدهنيه، كل ده موجود في العجينه بتاعتي. صغير وكبير ما يقدرش يستغنى عنها. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تعالوا نعمل مع بعض واحده واثنين وثلاثه واربعه. اللهم صل على النبي. ادي الزبده او السمنه. نعمل القلب ده الاول كده. اللهم صل على النبي. نجيب كده مغرفه صغيره. وانا شغال كده واحده واحده اهو. القلب ده لك يا فاروق. ولكل الشعب المصري. ايه الجمال ده؟ واحطها على نار هاديه. اللهم صل على النبي. واسيبها تستوي يا عم الشيف. نيجي للقوالب التانيه الصغيره. شويه زبده كده. دي متقسمه لوحدها اهي. هنبدا نوزع الخليط ده كده. تاني. يعني لما كل واحد في البيت ياخد واحده من دي كده مع كوبايه عصير اللي عامله دلوقتي اصبح كده كل حاجه موجوده. عينيا. حاضر. مش حلو الكلام؟ هعمل حاجه حلوه بقى عايزك تعمليها زي ما انا هعملها دلوقتي. عندنا القرفه الخشب. حلو الكلام؟ بعمل ايه كده؟ حاجه حلوه كده بحطها هنا كده. هتطلع طبعا ايه فيها كده عامله زي الايه؟ زي قرص عباد الشمس. كمان واحد، كمان واحد. الله اكبر. حلو قوي. طبعا سيبونا اشتغل بقى عشان اعمل لكم شويه حلوين، بس خلونا قبل ما اطلع الفاصل اعمل حاجه حلوه. هيقول لي دلوقتي من الساده المشاهدين احنا ما عندناش التصدي يا عم الشيف، وانت جايب حاجات غاليه وبتفرض عضلاتك علينا والجو ده. واحده واحده. ما تروحش بعيد اهو، صينيه اهي. اعتقد ان الصينيه دي موجوده عندك. واحط شويه زبده فيها. بالشكل ده كده. واحب اوزع المقادير بتاعتي على الصينيه، وانا هطلع الفاصل عشان نكسب وقت. مخرجنا الجميل استاذنه يجيب ازاي انا بحط المقادير بتاعت عجينه الكريب بالتفاح في صينيه في متناول الجميع. زبده او سمنه. نطلع فاصل صغير وسيبوني انا اشتغل مع نفسي كده. حلو الكلام؟ هنا كده. حلو. اللهم صل على النبي. We'll be right back.
جينا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ زي كل واحد بيشتغل عنده في الاخر انتاج. انتج ايه؟ اللي طلع من الفرن قدمناه لحضراتكم، واللي على النار كمان بنقدمه لحضراتكم. عملنا عجينة الكريب بالتفاح، لطيفة وجميلة. تعالى قدمها لنا يا عم الشيف اهو. ايه الجمال والحلاوة ديت؟ اهو. استاهل تصورني معاها يا فاروق؟ حبيبي الثانوية العامة ربنا يكرمهم يا رب وينجحوا يا رب، كل واحد يحقق أماله إن شاء الله. زي الفل يا غالي. نخلي دي كده كمان على جنب، نشيل التفاح ده كده بقى، وتعالوا مع بعض نعمل سندوتشات الطعمية على الطريقة المغازية أو بالخلطة المغازية. إيه مقاديرها على الشاشة؟ يستأذن فريق الإعداد مقادير سندوتشات الطعمية بطريقة لطيفة وبسيطة وسهلة في متناول الجميع. معانا طعمية جاهزة، جبناها عجينة أو إن إحنا عملناها في البيت صيان يعني. حلو الكلام؟ والله هي معايا جاهزة هنا زي الفل. بنحمر الطعمية عادي اللي هو الفول بتاعنا المدشوش، بيتنعمل بالليل، بيتحط لها الكزبرة والثوم وتتفرم بالمفرمة أو في الكبة. في الآخر بتكون معانا قرص من الطعمية لطيف وجميل زي ما حضراتكم شايفينه. وبنجيب العيش الصامولي، العيش الشامي، ايا كان العيش اللي موجود عندك. هي القصه كلها فيها شويه يعني مش تكلفه، فيها شويه تكنيك عالي يعني. بنجيب البيض طبعا، ومعانا بقسماط زي اي بانيه طبعا احنا عارفين، ومعانا سمسم. دي المقادير بسيطه وسهله. حلو الكلام؟ نخلي التفاح ده كده هنا، نفتح الفرن ونبص كده ونصلي على الحبيب. العجينه بتاعتنا الثانيه اهي، شويه انا دخلتهم الفرن، فاكرينهم دول اهم. زي الفل. طيب ازاي نعمل السندوتشات الطعميه؟ انا عامل معايا شويه وجاهزين زي الفل، وهعمل مع حضراتكم واحده واثنين علشان نعرف ازاي نعمل لاولادنا الصبح فطار بسيط وسهل. حلو الكلام؟ حلو الكلام. شيل ده كده من هنا، ومعانا الطاسه السخنه دي كده. حلو قوي. تمام، بنجيب العيش ده كده، وبتتفتح اللقمه كده بالشكل ده كده اهو، ومعانا الطعميه بتاعتنا اللطيفه اعتقد يعني في متناول الجميع. وبناخد قرص الطعميه ده كده نكسره بالسكينه يعني، نقطعه زي ما احنا عايزين. مش اختراع ولا حاجه، نحطه هنا كده زي الفل اهو. تمام، ودي هنا كده. الحاجات دي الولاد بيحبوها على فكره يعني، هما بعتقد كل يوم بناكل طعميه يا عم الشيف، بس النهارده ماما قدمتها لنا بشكل جديد خالص اهو، واحنا مع بعض اهو. حلو الكلام. وناخد اللقمه دي نحطها فوقيها كده بالشكل ده كده، ونفس القصه هنا. حلو، ومعانا بيض هنضربه دلوقتي في بوله صغيره. حلو، ونبدا ان احنا نحط على البيض ده شويه دقيق صغيرين. على فكره البيض قيمته الغذائيه عاليه جدا، ونقدر ان احنا ولادنا اللي مش بيحب البيض المسلوق او البيض اومليت ان احنا ياكلوه بالطريقه دي كده، بالطريقه الغير مباشره مع السندوتشات بطريقه لطيفه. المعلومة الغير معلومة هنا ان انا بقدم لاولادنا السندوتشات الطعمية قيمة غذائية عالية جدا. احنا كلنا عارفين الفول بيعمل مشاكل مع القولون، وان الفول كمان اللي بياكل دايما الفول او الطعمية بتعمل له طبعا انتفاخ، فان انا احط شوية كمون مع البيض ده كده كده تلاشيت مشاكل الطعمية. احنا عارفين الكمون طارد للغازات. ادي شوية الكمون اللطاف الحلوين اللي هنا مع البيض. حلو الكلام. تمام، هبدا ان انا احط شرايح التوست. شيل دي من هنا كده، وسع على نفسي شويه. حلو، ادي التوست بتاعنا، ومعايا طاسه بتسخن اهو، واغرق اللقمه كده بيض، والبيض يخش جوه الطعميه بالشكل ده كده اهو اهو، وانزل بيها على البقسماط، ونفس القصه في اللقمه الثانيه.
الحاجات دي الولاد اخد دي كده في البيض اهو زي بالظبط لما نروح على محل بتاع الطعميه يقول لك طعميه بالبيض، كلنا عارفين طبعا الموضوع ده. طيب عينيا معانا طبعا الحاجه رضا من سوهاج، وتحيه كبيره لاهل الصعيد الناس الطيبين. يا حاجه رضا ازاي؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب وعقبال 100 سنه، ويبارك لك في اولادك وصحتك يا رب. امين يا رب. ويبارك لنا في رئيسنا ويخليه ويطول عمر الاخ والاب الحنين يا رب. الله يبارك لك يا رب. ويبارك في مصر جميعا يا رب ويحفظها ان شاء الله. الام من الصعيد ويبارك لك في اولادك وكل سنه وانت اللي طيب. 100 راجل ربنا يديك الصحه يا امي. الله عمريني. عندي ذكر بط بس عايز احشيه يعني. والله العظيم بالكلام الحلو اللي قلتيه ده كده انا اجي اعمله لك في البيت. يا رب يسترك دنيا واخره. الله يبارك لك. مستور ويجعل مصر مستوره يا رب. الله يبارك لك يا اختي، الله يديك الصحه. شايفين سندوتشات الطعميه اهو، ما فيش اختراع ولا حاجه اهو، نفس القصه اهو. حلو قوي، ممكن على فكره تدخلها للبيت تاني اذا انت حابه، يعني الموضوع ده لطيف وحلو على فكره جربيها. ما تقوليش لاولادك ان دي سندوتشات طعميه. قالوا لها كوردون بلو، كلنا عارفين كوردون بلو اللي هو ايه؟ صدر فرخه محشي لحمه بارده وبياخد بيض وبقسماط. لغايه لما ياكل واستضعف كده واتفاجئت تقول له يا بابا دي سندوتشات طعميه، الشيف المغازي عملها بطريقه عمل الكوردون بلو. حلو الكلام، حلو الكلام. عندنا طاسه على النار، الطاسه دي بتسخن حلو، وفيها شويه زيت مع شويه زبده. صلى على الحبيب قلبك يطيب. تاني. موضوع لطيف وجميل وما فيهوش اختراع ولا حاجه، فيه شويه فكر بس. زي الفل يا عم الشيف. عينيا عينيا عينيا. ونغطيها كده. يعني 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 حلو الكلام، ونروق نفسنا كده. ذكر البط اللي عدى ست الكل طبعا بيتغسل يا ست الكل، بتجيب تنقعيه في عصير ليمون مع شويه بهارات ملح وفلفل طبعا اساسي مع شويه هيل علشان نشيل الزفاره منه والقرفه الناعمه. بعد كده بتاخد الدكر البط ده يا ست الكل تحشيه، عايزه تحشيه فريك او انك تحشيه خضار، انا يفضل طبعا في الصعيد الجميل الفريك لطيف وجميل طبعا اللي هو القمح المتكسر القمح الاخضر. بيتجاب الفريك طبعا يتنقع كويس ويتغسل كويس، وبعد كده بنحطه على النار مع جزرايه مبشوره مع شويه زبيب مع شويه قرفه شويه ملح شويه فلفل بصله وتومه، ونسوي الفريك نص تسويه. ناخد الفريك ده يا ست الكل نحشيه جوه دكر البط. حلو الكلام. ولما نحشيه جوه ذكر البط تلات ارباع الفريك، ونمسك الديك الرومي كده نهزه علشان الفريك يتوزع جواه، ونقفل الذكر البط الحلو بتاعنا ده كده زي الفل، ونعمل له مساج بحنيه. مساج بايه يا عم الشيف؟ معلقه معجون طماطم او هريسه حمراء مخلوطه بشويه ملح وشويه فلفل ومعلقه عسل لطيفه وجميله، ونمسك الديك الرومي من فوق لتحت، سوري الديك ذكر البط من فوق لتحت، نتهنه بالخليط ده ونحطه في صينيه مع بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم وشقشق من الميه، ونغطيه وندخله الفرن. اذا كان يا ست الكل الدكر البط وزنه 2 كيلو، وانا عارف ان هو دكر بط صعيدي متربع الغالي مش هيقل من 2 كيلو طبعا ولا 3 كيلو، ده بياخد في الفرن ساعتين بالظبط. اذا كان هو 3 كيلو بياخد ساعتين ونص، اذا اقل من كده بياخد تقريبا ساعه. وبعد كده بنطلعه مستوي مع البوكيه جرنيه، بنطلعه وناخد الشوربه بتاعته اللطيفه نعملها معاها رز او شعريه ونقدمه بالف هنه وشفا. وانتظروا مني ان شاء الله الخميس الجاي زي النهارده هنعمل لحضراتكم الذكر البط ده محشي، بتستاهلوا ان شاء الله باذن الله عشان خاطر الصعيد الجميل. معانا يا غالي امر نضيف البوتاجاز. حاضر يا غالي، تعالوا مع بعض نشوف السندوتشات اللي احنا عملناها كده ازاي هنقلبها. ايه الجمال ده؟ طبعا معانا عصير، هنستاذن مخرجنا الجميل نشوف مقادير العصير على الشاشه. ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف؟ مقادير العصير بتاعنا اللطيف على الشاشه. العجينه بتاعتي احمرت شويه اهي، بخليها كده تبرد شويه عشان نقلبها مع بعض. دي طبعا طعمها مختلف شويه، متحمصه زي الفل. نشوف الاخبار هنا السندوتشات ايه. مقادير العصير لوز وحليب وتلج وجوز الهند مبشورة، كل ده بينضرب في الخلاط، أنا مسميه عصير النجاح والتفوق. حلو قوي السندوتش ده على فكرة يا فاروق، جربه على فكرة. وأرجوك ما تقولش للولاد إن دي طعمية، نقول لهم ده كوردون بلو. لغاية لما نشوف هما هيستطعموه ولا لأ. أغطيه كده وتعالوا نعمل العصير مع بعض. إيه الجمال ده يا شيف؟ إيه الحلاوة دي يا شيف؟ دي طبعًا عشان نغرفها لازم تبرد شوية، خلي بالك.
نعم ما باظتش يا غالي، احنا مفيش حاجه تبوظ معانا، المال الحلال ربك بيبارك فيه. هغرفها قبل العصير يا محترم، عينيا الاثنين. صلي على الحبيب قلبك يطيب. واحد ملوش تاني، ملوش تالت. القرفة الخشب بتدي شكل لطيف وحلو، وعلى فكرة أنا من عشاق القرفة، وهم قاعد بتفرج كده على القناة الأولى بجد والله، يعني أحطها تحت سناني كده وأكل، هي والقرنفل لطيفة وجميلة وبتدي للبق طعم حلو على فكرة. القرنفل والقرفة، القرفة الخشب بالذات اللي هي دي، تعلمها يا فاروق. القرفة الخشب دي نحطها في شوية مية كده، بننقعها في شوية مية تقوم تطرى، وإحنا قاعدين كده ده كده تحت السناني بالليل كده، والواحد ياكل منها لطيفة وجميلة بديل المكسرات. اسمعوا كلامي والله اللي بقوله ده أنا بعمله. القرفة تتحط في مية زي ما أنا هعمل دلوقتي كده، بجات المناسبة يعني عشان أتكلم عليها، هي والقرنفل تقريبا 10 دقايق اهو، وناخد حته كده تحت اسناننا، كل واحد يقعد يمصمص فيها كده وياكلها تحت دروسه كده واسنانه، لطيفه وجميله وبتدي للبق ريحه حلوه على فكره. القرفه الخشب، حلو الكلام؟ عينيا حاضر اهو. تعالوا نعمل مع بعض العصير، معانا الموز واللوز يا مزاج اللوز، والحليب معانا زي الفل وفي قلب الخلاط. العصير ده بهدهولك طبعا يا فاروق. ايه الوقت يعني؟ لا 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 ما تقلقش، انا مش هنهي الحلقه غير لما اعمل العصير، خلي بالك ما تزعلنيش منك انت حبيبي. ده عصير النجاح والتفوق، ده طلبه الثانويه العامه هيهتفوا بيا، واللي هيجيب مجموع حلو طبعا هيقول الفضل لله سبحانه وتعالى ثم الشيف المغازي. اهو جوز الهند مع الموز، كلنا عارفين فوائد جوز الهند، مضادات اكسده، حلو الكلام؟ اه جوز الهند مع الموز وشويه فانيليا مع الموز، حلو الكلام؟ اه ومعانا تلج وحليب، الله تلج سموزي وحليب، حلو قوي، وعصره ليمون مع اللوز عشان الاكسده بتاعه الموز، وعسل نحل مع الموز يا دلع كشيف، ولوز يا لوز مع الموز. ملاحظين حاجة؟ إن العصير بينتهي كل حاجة حرف الزين في الآخر، لوز موز جوز الهند، والحليب نزوده ونشغل الخلاط، حلو الكلام؟ ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. أه يلا اللهم صل على النبي. عينيا جمال يا شيخ، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ نصب العصير بتاعنا، هوبا ده عصير التفوق والنجاح. عينيا عينيا حاضر، مش هتزعل مني ان شاء الله، انا خلصتك دلوقتي كل حاجه. العصير بتاعي اللي بيهديه لكل الساده المشاهدين، مكوناته جوز الهند ولوز وموز وعسل وحليب وتلج. مطبخنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين فطار لكل الاعمار، صغير وكبير، وطلبة الثانوية العامة حاجات بسيطة وسهلة لكل الأمهات العظماء اللي عندهم ولادهم بيمتحنوا، بوجه لهم تحية كبيرة. وأنا دوري من خلال شاشة التلفزيون المصري والفضائية المصرية إن أنا بساعد كل أم في إن هي تقف في المطبخ، واثق خطوتي يمشي ملكا. مطبخنا رؤية فن إبداع،
بنشوفه يومي الخميس والجمعة. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.